هاد اللوحة باش نربحوا هاد الحرب. اسمح لي يا مولاي، من ديما قبلتي عايشة بسلام ومن بعد من الحرب. ما تنساش إلا كنتو عايشين بسلام حيت أنا حاميكم. اسكندر ماشي بحالكم، ماشي بحالنا، ما عنده كلمة. إلا خسرنا هاد الحرب قبيلة أميال هي الأولى اللي غتكون في طريقه. يمكن عندكم الحق، ولكن ميمكنش نغدر من بعد ما عطاش كلمتي رجال اسكندر. قبيلتنا عمر حتى شي واحد ما طيح كلمته، ومشي أنا اللي غادي نجي نديرها. الراجل ماشي غير كلمة، الراجل هو يموت على بلاده. أقسم اسكندر ما حط فيها رجله، واخا نعرف نخلي فيها روحي. الصواب ودرناه، ولا غنديروها ما نتلامو فيها. حراس رساو رساو، جي شي زوينة خشي شهرزاد، بحال الملكات اللي كيكونوا في الحكايات. العقوبة لك إن شاء الله. دابا عاد كنت فرحتي لالا قمر، هذا المضنون فيك. لقيت شي حد لي ونسني في هذا القصر، وماشي أي واحد. لالة البنات شهرزاد، مرحبا بك في قصرك. هذا المضنون فيك لالا قمر. على مازال عاملة تشفق من راسك؟ معلوم، هاد التاج كيورثوه الملكات من سلالة لسلالة، وغادي نحتفظ به من حدي السلطانة شهرزاد. على هاد الحساب وليتي كتحماقي على شي حاجة سميتها الحرب؟ كاين شي واحد كيموت على الحرب وعلى فرق الحباب. إلا نسيتي نفكرك، إلا انتي مازال كتنفسي الهوا ديال سيدي ربي لدابا، الفضل كيرجع لهاد الحرب يشغل شهرايا. ولا لا يخطي علينا باك الوزير ارسلان اللي بلا بيه العوا في ما يكونوش مشعولات. شي واحد فينا دار بحسابه مزيان. نسيتك.